بدأت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنفيذ حملة مجتمعية موسعة لمساعدة الأشخاص ذوي الهمم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وتوعيتهم بآليات استخراجها والفئات المعفاة من إجراء الكشف الطبي المميكن. تم تدشين وحدة للرصد المجتمعي داخل القرى التي تزورها قوافل ستر وعافية تحت مظلة التحالف لتنفيذ هذا الأمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوعيتهم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد لبيب عضو التحالف الوطني. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فندم، ومساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. بداية يا أستاذ أحمد، هناك شيء لافت للنظر هو أن التحالف بيضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية، وطبعا كل هذه المؤسسات تتفق في الأهداف وفي الرؤى، وكل منها كان يعمل على حدة. الآن تعمل كل هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة، أهمية التنسيق، كيف يأتي التنسيق بين كل هذه المؤسسات؟ حقيقي زي ما حضرتك تفضلتي مشكورة، وأفدت أن كل جمعية من الجمعيات الكبرى الشريكة تحت مظلة التحالف الوطني، التحالف الأهلي للجمعيات الخيرية، كان شغال أو بيعمل عمل خيري منفرد، لكن في حالة انضمامنا للتحالف بقى في تنسيق على أعلى مستوى ما بين أعضاء التحالف من الجمعيات الشريكة في التحالف، والتنسيق ده بيتم بشكل فعال وشكل قوي في كل التدخلات اللي بيقوم بها التحالف الوطني. وأكبر دليل على كده قوافل ستر وعافية اللي مستمرة بقوة في كل قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية، وحضرتك بتجدي أثناء تنفيذ الأعمال على الأرض مشاركة قوية جدا من كل أعضاء التحالف، سواء الإجراءات التنسيقية قبل بداية القافلة من قواعد بيانات لابد من دراستها ما بين أعضاء التحالف للتأكد إن هي غير مكررة وإنها غطت كل المنطقة اللي هينزل فيها التحالف لتقديم الخدمات لأهل هذه القرية، يتبعها بعد كده التنسيق أثناء القافلة سواء مع السادة المحافظين أو رؤساء مجالس المدن، وبعد كده على أرض الواقع بيبقى شكل رائع جدا من وجود كل الجمعيات بمختلف الخدمات موجودة في نفس الوقت على نفس الأرض بتنفذ بكل تنسيق وكل تناغم، بحيث ان كل مواطن يوصل لكل الخدمات اللي تمت في القافلة من غير ما يحصل اي نوع من انواع الارتباك او اي نوع من انواع عدم اهدار المساعدة. طيب أستاذ أحمد، يعني هذا التحالف ما الجهود التي بذلها حتى الآن؟ خلينا نتحدث عن مجال الصحة تحديدا وتوعية المواطنين. صحيح، طبعا حضرتك عارفة طبعا أن من ضمن جمعيات التحالف اللي موجودة في التحالف جمعيات متخصصة في التدخلات والخدمات الطبية. ما فيش شك أن اللي بيحصل أثناء القافلة تدخل قوي جدا 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 بكل التخصصات من جميع الجمعيات الشريكة تحت مظلة التحالف الوطني، فالمواطن في القرية المستهدفة أو المنطقة المستهدفة للتحالف أثناء القافلة يقدر يتمتع بالكشف الطبي ويتمتع بالرعاية الطبية لكل التخصصات اللي هو كان أحيانا يصعب عليه إن هو يقدر يطلع من القرية اللي عنده أو المكان اللي هو مقيم فيه يروح للمدينة أو يروح للمحافظة عشان يحصل على التخصص ده. فالحمد لله بفضل تعاون جهود التحالف الوطني وتحالف الجمعيات اللي تحت مظلة التحالف الوطني أدت الدور ده للمواطن بكفاءة وبنجاح، وفي نفس اليوم اللي فيه القافلة ولحد قدام باب بيته أو لحد منطقة تمركز القافلة. طيب لو تحدثنا عن البنية التحتية، ما أبرز المشروعات اللي قام بها التحالف فيما يخص البنية التحتية؟ حقيقي حصل تدخلات كبيرة لكثير من أعضاء التحالف الوطني في بناء أسقف أو في بعض المنازل كانت يعني في حالة متردية جدا، كثير من أعضاء التحالف تدخلوا في هذه المنحة وقدروا أن هم يساعدوا بعض الحالات، في لأن كان أحيانا بعض البيوت متهالكة أو مفيش أسقف، وحضرتك عارفة إحنا داخلين على فصل الشتاء أو بقينا في فصل الشتاء فعلا، ففي حالة وجود أمطار أو ما شابه البيوت دي بتبقى معرضة إن هي تغرق بالمية يعني،
فالحمد لله قدروا أعضاء التحالف يعني المسجلين في التحالف الوطني قدروا إن هم يتدخلوا مع أهالي هذه المنازل، والحمد لله اللي اترفع كفاءة منه تم رفع كفاءته، واللي كان محتاج أسقف الحمد لله قدروا ينفذوها له يعني. طيب لو هنتحدث عن التمكين الاقتصادي للمواطن وهي نقطة محورية وغاية في الأهمية، ما آليات التحالف لإحداث هذا الهدف؟ حقيقي هو التمكين له أوجه كتيرة جدا في أعضاء التحالف، يعني حضرتك عارفة الـ 24 جمعية جمعيات كبيرة جدا ولها تدخلات على أرض الواقع مع المواطنين، لكن من خلال التحالف قدروا إن هم المكان اللي هندخل فيه نعمل فيه قافلة يتم دراسة الموقف الاقتصادي اللي ممكن نمكن فيه الأسر، ففيش شك إن كل جمعية عندها قواعد بيانات تقدر تتدخل مع الأسر اللي موجودة من خلال خدمات التمكين الاقتصادي، يعني على سبيل المثال في بعض أعضاء من التحالف نجحوا إن هم يتدخلوا مع بعض الأسر في التمكين الزراعي، نقدر نقدم لهم خدمات زراعية تساعدهم إن هم يقدروا يتمكنوا في مجال الزراعة عشان يقدروا يزرعوا المساحات الزراعية المتاحة ليهم واللي تحت حيازتهم، ويتمكنوا من البذور أو مشابه عشان يقدروا يقدموا محصول قوي وبنسبة إنتاج عالي لتغطية بعض المحاصيل اللي بيحتاجها غالبية الشعب المصري. صحيح، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد لبيب عضو التحالف الوطني على كل ما تفضلت به من معلومات.